السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة الفيديو جزء لايف مصطفى بتاع امبارح، وباقي الفيديو المنتجات بالاسعار. لسه معانا اهو، قعدنا بعد ايه؟ فيديو ده يلا بس نتجمع عشان مش هنطول، هما 5 دقايق وماشيين. 5 دقايق بس هيخسر اسكندرية بكرة الفيديو ده. حاجات كانت ناقصة وحاجات. فين الناس يا مستر؟ لسه استنى. الساعة كام؟ استنى، الساعة 1 12 الا ربع. بص مستر بقى، مستر الجمال ده القفل الزيت يا مستر. الله الله. بص مستر افتحي واقفلي الغفل الزيت. بص مستر بتعمل كده، تفتح كده مستر، بص تفتح لوحدها كده. بص اهو امسك كده جمرات. الله الله عليك، الله عليك، ايه الحلاوه ده يا مصطفى؟ تقفل لوحدها، تفتحها كده. اه تمام، الله ينور. بكام ده؟ تقفل لوحدها الغفل الزيت. 35 جنيه. 35 تركي. اه 35 رجعت تاني فوت يا مستر. اديني قول يا اسطى. طقم العلب رجعت بردك حامل دي المضرب السوسته جوه. مستر واحده واحده بس، واحده واحده. احنا مش اصليه بس مش هنشرح حاجه. بيقولوا يا جماعه البضاعه دي جايه جديده. بص صور لهم يا مستر، معانا ايه اللي ناس كانت بتسال معانا. الاكل جت اهي، قفل الثلاجه جه اهو. الشغل الجديد بقى 10 زائد 2 ده بقى 10 زائد 2 جت اهي. غارق اكياس وتوابل جه اهو، مساحه جت اهي، برطمانات ايكيا جت، برادات ايكيا جت، براد اهو صيني جه، فوط جديده جت. الطقمه بقى ده بالسكه والجو. الله الله. جبت لكم بقى الماركه دي جميع انواعها بقى، مضرب، قشاره، قطاعه، حاجه جميله، خامه لوك معروفه اهي. اهو اكبر تشكيل موجود بكره داخل السنتر، اهو موجود في 3 فروع باذن الله. تابعونا يا جماعه بكره، في حاجات جميله جدا. حافظ التورته جت تاني. كيس العجين ده جديد بردك، جه تحطي فيه العجين وتعملي فيه العجين، وايه بيعمل لوحده بس تحطي فيه العجينه وتخمر فيها العجينه. دي القشره بتاعته اهي، ودي جت هنا اهي. حافظ البيت التركي جت بردك. الطشه بقى مستر، خش بقى على الطشه. جامده جامده جامده. قول لي بقى ايه؟ بص الطشه مستر، عايز تعمل احلى طشه ملوخيه، عايز تعمل ايه؟ اسقي بقى براحتك. شاي على الملوخيه احلى طشه اهي مصطفى. اهو طشة تيفال مستوردة اهي. الله عليك يا درش. يوز بي مصنع. ايش يا درش على الملوخية؟ بص يا مستر بقى الاختراع الجديد بقى، انا بتاع الاختراعات جبت لكم ايه؟ بقالنا اسبوع في القاهرة اهو، جبت لكم احسن اختراعات. الله. ده مستر ايه؟ عصارة برتقال وقمة ومقشرة توم ومقشرة فلفل. كل ده؟ مقطعات ومعيار وكل حاجة. 7000 واحد. كام؟ ب 70 جنيه بس. بس دي بس جزء بسيط. البولة السيليكون مستر ايه؟ ب 30 جنيه تحفظ بقى الأكل، تاخدها في الرحلة تحط فيها الأكل بالغطا بتاعتها، بتتفتح وتتقفل. ب 30 جنيه بس. بس طعم التوزيع راجع اهو بعد طول انتظار مستر الاصلي اهو. الحجم الكبير ب 50 جنيه. ده بتاع السخن ده يا جماعه ده. غدا السيليكون مستر راجع اهو ب 10 جنيه. ب 10 جنيه هو شكل بقى الورده واللي بيكون فوق. ورينا مصطفى، فرجنا مصطفى، فرجنا يا درش، فرجنا معاك اهو. الله ايه الجمال ده؟ لا لا لا، واحده واحده. ايه الحسن؟ بص مستر الله عليك، الله عليك. طفايه الله. كونيرا مش طفايه. الله. 40 جنيه بس مستر الكريستال مستورده. فين يا جماعه اللايكات يا جماعه وفين المشاركات؟ مستر مفيش شيره مستر. بص يا عم استانس مستر، اربع عيال استانس مستر. الله الله الله. طعم حفظ الثلاجه اصلا. مش تعليقات يعني ولا في حاجه. طعم الثلاجه موجوده بغطا شفاف. جميل الحلاوه. 35 جنيه. قول له مستر دي بقى ايه؟ شغل الشوكولاتات بقى والعيد مستر اللي عايز تعمل كب كيك. لا لا واحده واحده بقى، واحده واحده. ده ايه ده؟ حط الشوكولاته وتصب بيها في الكب كيك. ايوه ايوه. 40 جنيه انا من الكب كيك اهو مستر. ده بقى مستر اللي كان مختفي بقى المستوى. أيوة اللي هو اصلي. ايوه السي مش المصري بقى بتاعه ب 12 جنيه و10 جنيه. خامة عالية ايه باينة ايه؟ سعره بطل ينزل في السي والاسعار غلت ب 15 جنيه بس مستر بدل 20 جنيه. زي الفل زي الفل. جبت لكم بقى تشكيل بقى ايه؟ اهي يا مستر. اهو 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 اهو. وانت بطوكة مستر اهو ب 10 جنيه. 10 جنيه بس يا جماعة. سيليكون اصلي. دبل فيس مستر ده. اشكال بقى. اشكال مفيش تعليقات ولا في اي حاجة. ايه الجمال ده؟ 5 اشكال كده. الله 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 يا مصطفى الله. صفيت حدا بس حدا بس بقى يسكن مش عشان افتح كده واحده واحده وعلى التعاون. على مين؟ على مين؟ فين التعليقات وفين المشاركات؟ مش شايف ولا لايكات ولا اي حاجه بس. بص الجمال يا مستر. التعليقات فين؟ بص مستر الجمال. ايه الجمال ده؟ سكينه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي يا مصطفى؟ بص مستر لاحلى ايه جمال. عارف مصطفى بيروح يجيب احسن حاجه. 30 بس. صفيت حدا بس متحركه. ايوه جميلة. ايه الجمال ده؟ لا 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 استنى يا مصطفى عليا انا. ايه الجمال بس بتاعت الطشة دي؟ جامدة قوي يا مصطفى. مصطفى بيجيب اختراعات. كام طشة التومة منها يا مصطفى؟ 35 و40. 35 و40 يا جماعة. بص مستر مصطفى العيد بقى والقطايف بقى اللي عايزة تعمل القطايف. يلا بينا بقى. يلا بص يلا نظرة كده. نظرة كده سريعة ايه؟ موجودة ايه طعم
توزيع علب البيض علب معدن كفر التلاجة رجع بعزلون انتظار معايير ده شغل بسيط حامل الليفة حامل الفوطة اهو وكاس الزبالة بتسعة جنيه طقم التوزيع موجود معيارات طقم تركي فوطة بخمسة جنيه اشكال والوان بقى كل حاجة موجودة شيالتي فيلم طشة الطشة مع المستر احتفلوا بالطشة اهو جزء بسيط اهو عصيرة ليمون عيد رمضان وانتظروا بكرة اكبر تشكيلة اهو اكبر تشكيلة رمضان موجود في السنتر اهو كل حاجة موجودة اهي يلا بقى عشان ما نطولش عليكم اكبر واحدة مين اللي كسب المرة اللي فاتت يا جبران؟ اهو ما قلت له فات الماركات جات الفوات الخمسه في واحد 10 جنيه جت ب 12 جنيه المره دي جالت كل 30 ب 20 جنيه الاسعار كلها في غلاوه واحنا بنرخص سنتر هي بس ارخص سعر في مصر البضاعه كلها بتغلى واحنا اه هات السيل كل اهو فيونكا فراشه حاجه تحفه ب 10 جنيه بس احنا ايه التركي بقى بسعر المصري اغلى من ارخص من المصري بص يا مستر طعم الطعام التحفه ده الله الله طعم الطعام الخشب بقى مستر وستاند بقى حاجه 16 قطعه بس بص يا مستر اهو يلا بقى حلوه كده يا مستر وانتظر بقى بكره شفت الكراسون اه مستر اشكال مغناطيس ايه خالص ليه وبكره جاي تاني كده في اخر اللايف يا مستر سعر التيم بس تشتل ده مستر بكره بسعر دمار في كل حته ب 100 جنيه مستر بكره سعر مانجا تشتل 60 جنيه بس 60 جنيه بس تشتل افتحها جبروت بقى الوان يا جماعه ب 60 جنيه بس الطشه دي ولا ايه افتح يا جبروت مستر بص ده تشكيل اي ده الشغل التركي اللي نزل اهو حلاوه مستر تشكيلة الشغل التركي والمعادن والخشب وهي. كل حاجة موجودة فترة المكوى يا مستر سبعة جنيه يا مستر جت فترة المكوى المعايير الشغل كله ببلاش يا مستر حسيت الصخرة مستر بقى جمال والحلاوة مستر بص بقى الرسومات بقى مستر في 10 جنيه قسك المراية اهو مستر دلوقتي بقى هوريكم المنتجات اللي انا بقول لكم عليها الفرشه التحفه دي هي بخزان كده بتحطي فيها الصابون شايفين حلوه قوي بتغسلي بيها اي حاجه انت عايزاها وسعرها بسبعة جنيه بس مفيش احلى من كده وده القمع بتاع الزلابيا او لقمة القاضي او ممكن تحطي بيه الكب كيك بخمسة وتلاتين جنيه وده مج سيليكون كده حلو قوي تحطي فيه اي حاجة عايزة تحتفظي بيها وفي كمان طقم الصواني الحلو ده بتمانين جنيه تلات قطع تعملي فيه احلى بيتزا ان شاء الله متلزقش منك شكل البيتزا تفتح النفس يا لو انتي بتتفرجي على الفيديو كده سمي الله واستغفري سبحي اسم من اسماء الله الحسنى كده اذكريه دايما طقم الصواني الحلو ده بتمانين جنيه بس اهو حلو قوي بصوا بقى الترمس ده بستين جنيه وفيه ديجيتال كمان ومن جوه استانلس حلو قوي برضو الوانه اهي ينفعنا بقى للبيبي لا عايز تاخدي حاجه وانتي خارجه بره بصوا كمان علقه المكنس دي تحفه وعن تجربه بخمسين جنيه بس شايفين حلوه قوي 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 بس هي بتحتاج شنيور عشان تخرمي في الحيطه وتعلقيها بس متينه وما شاء الله حلوه جدا وهتنظم لك المكانس تحطيها ورا اي حته زي ما انتوا شايفين كده الاول مره يشوف قناتي ما ينساش يفرحني يشترك فيها ويفعل زرار الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا اشعار بيه بصوا الطاسه بتاعت الكريب دي حلوه قوي قوي وما بتلزقش والخامه الاصليه اهي سعرها 160 جنيه مقاس 28 جرانيت زي ما انتوا شفتوا كده ودي الحنفيه العملاقه حلوه قوي بصوا وسعرها بخمسين جنيه بس ثلاث مستويات زي ما هما بيقولوا كده والمج التحفه ده حلو قوي برضو بصوا زي ترمس برضو صغير باشكال حلوه والوانه كمان حلوه وسعره كمان خمسين جنيه بس في صفايه زي ما انتوا شفتوا كده بصوا دي ليفه ليفه حلوه قوي جماعة هم عندهم ثلاث فروع عشان اللي بيسأل ثلاث فروع فرع سموحة وفي فرع في اللجاتيه وفي فرع في سيجي بشر الليفة دي ب 12 جنيه في كمان اللي هو الماسك السيليكون ده حلو قوي اهو تمسكي بيه فوق على النار من الفرن من اي حاجة ما شاء الله خامته حلوة
الفرع اللي في شارع الجواهر اللي هو في سموحة، اول شارع شمال من شارع الجواهر بس من ناحية كوبري الابراهامية. الماسك ده بعشرة جنيه. بصوا بقى التلات قطع، الست قطع دول تقريبا هم ستة، اربعة بتاع تقطيع الجبنة وشيلة البيتزا. دلوقتي هنشوف كم قطعة اهو. بصوا المقاسات كلها مكتوبة اهم. بصوا بقى 65 جنيه ست قطعة. بصوا دي بتعلقي فيها المفاتيح، بتحطيها ورا باب الشقة او في اي حيطة جنب باب الشقة. حلوة قوي وخامة نظيفة وب 45 جنيه غير الخامات اللي في السوق. واسيبكم